that between 1969 and 1972. That was the only time in history that a human being has been more than 400 miles above the Earth's surface. ظل برنامج الفضاء السوفيتي لفترة طويلة محاطا بالسرية، حيث ظلت قصص من الشجاعة والحزن التي لا تصدق مخفية وراء الستار الحديدي. لكن تخيل أن أحد أشهر رواد الفضاء السوفيات استطاع أن يخفي سراً مخفياً ظل طي الكتمان لمدة 87 عاماً. استعدوا بينما نعرض لكم ما كشفه جو روغان عن اكتشاف يمكن أن يغير فهمنا لاستكشاف الفضاء وقوة الروح البشرية. فما الذي كشفه جو روغان؟ وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على وجهة نظرنا في استكشاف الفضاء؟ في هذه الحلقة سنتعمق في هذه الأسئلة وأكثر. الحرب الباردة والسباق إلى الفضاء. نشبت الحرب الباردة خلال منتصف القرن العشرين، والتي كانت فترة مواجهات سياسية خطيرة. بلغ التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي قمة ذروته. قام كلا الطرفين باستعراض قوته العسكرية والسياسية، ولكن ما زاد من إثارة هذه المواجهة هو السباق على استكشاف الفضاء. فقد أراد كلا البلدين إثبات تفوقه في مجال التكنولوجيا، وأحد أهم الأشياء التي حدثت خلال هذه الفترة هي بعثة الاتحاد السوفيتي إلى المريخ، إضافة إلى طبقة جديدة كاملة من الغموض إلى جهودهم الفضائية. وعلى الرغم من أن السوفيات كانوا قد حققوا بالفعل بعض الإنجازات الكبرى في الفضاء، إلا أنهم وضعوا نصب أعينهم الكوكب الأحمر، آملين في تحقيق فوز تاريخي آخر في سباق الفضاء. وبعدما بدا وكأنه هبوط ناجح، ساد الهدوء بشكل غريب، مما أدى إلى عقود من التكهنات والأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها. ثم ظهر المذيع والمراسل الشهير جو روغان حاملا بعض الادعاءات المثيرة، إذ كشف النقاب عن النتائج التي توصل إليها الاتحاد السوفيتي حول الأجسام الغريبة والتكنولوجيا الفضائية. قال جو روغان: يمكن أن تطلق عليهم ما تشاء، ولكن بجدية، ما هي هذه الأشياء؟ أهي طيبة أم سيئة؟ أعتقد أن بعضها سيء. وبالطبع لن ينسى العالم أبداً نيل أرمسترونغ، الرجل الذي خطى أول خطوة على سطح القمر، ووكالة ناسا التي جعلت ذلك يحدث. ولكن قبل هذه اللحظة الملحمية لوكالة ناسا، كان الاتحاد السوفيتي قد حقق بالفعل نجاحات في الفضاء. فقد كان الاتحاد السوفيتي أول من استكشف منطقة القمر، ورغم أنهم لم يتمكنوا من إنزال أي إنسان هناك، إلا أن الاتحاد السوفيتي ترك بصمة كبيرة في استكشاف الفضاء، بدءا من إطلاق أول قمر صناعي على الإطلاق، وانتقالا إلى إرسال أول إنسان إلى الفضاء في الرابع من أكتوبر عام 1957. أطلق الاتحاد السوفيتي بنجاح سبوتنيك 1 ليغير التاريخ إلى الأبد. كان حجم هذا القمر الصناعي 58 سنتيمتر، أما وزنه فكان 83.6 كيلوغرام. دار حول الأرض في حوالي 98 دقيقة. وقد أدى هذا الإطلاق إلى اختراقات سياسية وعسكرية وتقنية وعلمية على نطاق عالمي. وعلى الرغم من أن إطلاق سبوتنيك كان مجرد حدث واحد، إلا أنه أطلق حقبة فضائية جديدة بالكامل، وأطلق شرارة السباق الفضائي الحاد بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي. تحول سباق الفضاء إلى سباق حقيقي. شرع الاتحاد السوفيتي في إطلاق سبوتنيك 2 في 3 نوفمبر عام 1957، وهذه المرة تم إرسال حمولة أثقل بكثير، بما في ذلك كلبة تدعى لايكا، وأصبحوا أول من نجحوا في إطلاق كائن حي إلى المدار. وبعد سبوتنيك 1 استجابت وزارة الدفاع الأمريكية سريعاً بضخ المزيد من الأموال في مشروع إطلاق قمر صناعي. بدأ فيرنر فون براون وفريقه في جيش ريدسون أرسنال العمل على مشروع إكسبلورر، مع الحفاظ على استمرارية برنامج فانغارد،
وبسرعة إلى 31 من يناير كانون الثاني عام 1958، وضعت الولايات المتحدة بصمتها الخاصة في سباق الفضاء بإطلاقها القمر الصناعي إكسبلورر 1، وهو أول قمر صناعي للولايات المتحدة يدور حول الأرض. حملت هذه البعثة معها معدات تجريبية، مما أدى إلى اكتشاف مذهل لحزام فان ألين الإشعاعي، وهو عبارة عن مجموعة من الجسيمات المشحونة المحصورة في المجال المغناطيسي للأرض. كان هذا الاكتشاف بمثابة تغير قواعد فهم طقس الفضاء وتحديات السفر البشري في الفضاء. في الأول من أكتوبر عام 1958، أعلن رسمياً عن انطلاق وكالة ناسا، مما شكل خطوة كبيرة إلى الأمام لاستكشاف الفضاء. فقد حلت وكالة ناسا محل اللجنة الاستشارية الوطنية القديمة للملاحة الجوية، ووسعت دورها ليشمل استكشاف الفضاء. كان هذا تحولاً كبيراً، مما يدل على مدى جدية الولايات المتحدة في قيادة سباق الفضاء. ثم في 18 من ديسمبر كانون الأول لعام 1958، حققت الولايات المتحدة الأمريكية إنجازاً آخر بإطلاقها القمر الصناعي سكور، وهو أول قمر صناعي للاتصالات في العالم. دخل سكور التاريخ من خلال بث رسالة الرئيس أيزنهاور المسجلة مسبقاً بمناسبة عيد الفصح. وقد جذبت هذه اللحظة انتباه العالم، لأنها كانت المرة الأولى التي يتم فيها بث صوت بشري من الفضاء، مما يدل على مدى أهمية الاتصالات الفضائية الواعدة. استمرار التقدم السوفيتي. حقق الاتحاد السوفيتي في هذه الأثناء قفزة كبيرة مع إطلاق لونا 1 في 2 من يناير كانون الثاني عام 1959، والمعروف بأول صاروخ كوني. كان من المفترض أن يحط لونا 1 في الأصل على سطح القمر، لكن بفضل سرعته الفائقة تجاوز القمر وأصبح أول جسم من صنع الإنسان يغادر مدار الأرض ويدخل مداراً شمسياً. أظهر هذا التحول غير المتوقع حقاً براعة الاتحاد السوفيتي في استكشاف الفضاء ومساهمته في البعثات بين الكواكب. وبالانتقال سريعاً إلى أغسطس من عام 1959، قامت الولايات المتحدة بإطلاق أول قمر صناعي للطقس في العالم، وهو إكسبلورر 6. وقد غيرت هذه المهمة قواعد السباق إلى الفضاء، حيث التقطت أولى الصور للأرض من الفضاء. وقد وفرت هذه الصور بيانات حيوية للأرصاد الجوية، وأظهرت الإمكانيات المذهلة للأقمار الصناعية لمراقبة الأرض والتنبؤ بحالة الطقس، مما أتاح لنا فهماً أفضل لكوكبنا. ففي السنوات الأولى لسباق الفضاء كان كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي يخطو خطوات كبيرة، ساهم كل منهما بتطورات تكنولوجية كبيرة وإنجازات علمية. اتسمت تلك الفترة بالتطور السريع والمنافسة الشرسة، مما دفع كلا البلدين إلى تحقيق إنجازات بارزة في استكشاف الفضاء. ثم في 12 من سبتمبر من عام 1959، حقق الاتحاد السوفيتي إنجازاً آخر مع لونا 2، وهي أول مركبة فضائية تصل بالفعل إلى القمر. ارتطمت لونا 2 بسطح القمر وأرسلت بيانات قيمة إلى الأرض. لم يتوقف السوفييت عند هذا الحد، فقد واصلوا مهماتهم القمرية بسلسلة من النجاحات. وفي 3 من فبراير شباط من عام 1966، حققت لونا 9 أول هبوط سلس على القمر، وأرسلت أول صورة لسطح الجرم السماوي. كانت المركبة الفضائية التي حملت كبسولة الهبوط لونا 9 تزن 1538 كيلوغراماً، وطولها 2.7 متر. بدأت المركبة في الهبوط، وقبل أن تصل إلى السطح مباشرة قذفت كبسولة الهبوط. كان وزن المسبار 99 كيلوغرام، وهو عبارة عن كبسولة محطة قمرية آلية صغيرة كروية الشكل، يبلغ قياسها 58 سنتيمتر، واحتوت على كيس هبوط لامتصاص الارتطام الذي كان يسير بسرعة 54 كيلومترا في الساعة تقريبا. كانت مركبة الهبوط عبارة عن صندوق محكم الإغلاق ومعبأ بمعدات لاسلكية وجهاز توقيت وأنظمة إدارة الحرارة وأدوات علمية ومصادر طاقة وكاميرا تلفزيونية.
تم تصميم هذه المركبة الفضائية من قبل مكتب OKB-1 تحت إشراف كبير المصممين سيرجي كوروليوف، الذي توفي للأسف قبل عملية الانطلاق. كانت لونا 16 التي تم إطلاقها في 12 من سبتمبر عام 1970 أول مهمة لإعادة عينات من تربة القمر إلى الأرض، وقد أرسلت محطة لونا 16 من مدار الأرض الأولي. وبعد تصحيح المسار في 13 من سبتمبر دخلت المحطة مدارا دائري حول القمر يبلغ مداه 111 كيلومترا. يوري جاجارين ورحلات الفضاء البشرية السوفيتية. حدث أكبر إنجاز فضائي للاتحاد السوفيتي في 12 من أبريل عام 1961، عندما أصبح يوري جاجارين أول إنسان ينطلق إلى الفضاء على متن المركبة سبوتنيك. كان دوران جاجارين حول الأرض لمدة 118 دقيقة، لحظة تاريخية عظيمة، حيث عاد الاتحاد السوفيتي إلى الواجهة كلاعب رئيسي في مجال أبحاث الفضاء. ثم ارتقى السوفيت بعد ذلك ببرامجهم لرحلات الفضاء البشرية، حيث قدموا رحلات فوسخودا التي تضمنت أول رحلة فضائية متعددة الأشخاص في عام 1964، وانطلقت رحلة جاجارين حول الأرض بسرعة مذهلة بلغت 27400 كيلومتر في الساعة. تم التحكم في عودة فوستوك بواسطة جهاز كمبيوتر، وعلى عكس البعثات الفضائية الأمريكية المبكرة لم يهبط جاجارين داخل كبسولة، وبدلا من ذلك قفز من المركبة الفضائية وهبط بمظلة. في 19 من أبريل عام 1971 أطلق الاتحاد السوفيتي أول محطة فضائية في العالم، ساليوت 1، مما يمثل إنجازا آخر لا يصدق. وعلى مدار العقد الثاني تم إطلاق 6 مركبات ساليوت مطورة بهدف جعل الوجود البشري في الفضاء أمراً اعتيادياً. بدأ بناء ساليوت في أوائل عام 1970، وهبطت في قاعدة بايكونور الفضائية بعد عام تقريباً، وتمت بعض عمليات التجميع النهائية في مركز الإطلاق. أشرف فلاديمير كوماروف الذي ترأس اللجنة الحكومية لرحلات سويوز على برنامج ساليوت، وتم التخطيط للإطلاق في 12 من أبريل عام 1971 للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة التي قام بها جاجارين، إلا أن بعض المشاكل الفنية أجلت الانطلاق إلى 19 من أبريل. ثم تم إطلاق أول طاقم في وقت لاحق في مهمة سيوز 10، لكنهم واجهوا مشاكل ولم يتمكنوا من الالتحام بالمحطة. تم إنهاء المهمة وعاد الطاقم إلى الأرض بسلام. ثم انطلق طاقم بديل على متن سويوز 11، وبقي على متنها لمدة 23 يوماً، وهي المرة الأولى التي تعمل فيها محطة فضاء بالفعل، مسجلاً بذلك رقماً قياسياً جديداً للوقت الذي يقضيه في الفضاء. لكن للأسف كان هذا الإنجاز مريراً، فخلال العودة إلى الفضاء تعطل صمام معادلة الضغط في كبسولة سويوز 11، مما أدى إلى اختناق الطاقم بشكل مأساوي، وكانوا أول البشر الوحيدين الذين لقوا حتفهم في الفضاء. وعقب الكارثة تم إيقاف البعثات مؤقتاً إلى حين إعادة تصميم المركبة الفضائية سيوز. تم تدمير المحطة في نهاية المطاف عن طريق إخراجها من المدار بعد 6 أشهر في المدار، حيث نفذ الوقود قبل أن يتم إطلاق مركبة سيوز جديدة. وعلى الرغم من هذه النكسة، إلا أن المحطة أطلقت سلسلة من البعثات الناجحة لمحطات الفضاء، بما في ذلك محطة مير الشهيرة التي عملت لمدة 15 عاماً من عام 1986 إلى عام 2001. بعثات الاتحاد السوفيتي لاستكشاف المريخ. شرع الاتحاد السوفيتي في استكشاف المريخ، حيث بدأ الأمر ببعثتي مارس 2 ومارس 3. كانت هذه البعثات تدور حول معرفة شكل الغلاف الجوي للمريخ ومدى سخونته أو برودته ومما يتكون سطحه. بدأت رحلة مارس في 19 من مايو عام 1971، وجاءت بمركبة مدارية ومركبة هبوط، إلا أن المسبار تعرض لحادث مؤسف بعض الشيء، فقد تحطم على المريخ لأن مظلته لم تفتح بشكل صحيح. أمر مؤسف، لكن على الجانب المشرق قام المسبار بعمله وأرسل بعض المعلومات المهمة جدا من مدار المريخ،
بعد ذلك في 28 من مايو عام 1971 أطلق السوفييت مركبة مارس 3 والتي كانت تحتوي أيضا على مركبة مدارية ومركبة هبوط. نجحت المركبة المدارية في الوصول إلى مدار المريخ، وفي 2 من ديسمبر كانون الأول عام 1971 دخل المسبار التاريخ بكونه أول مركبة فضائية تهبط على المريخ دون أن تتحطم. كان ذلك حدثا عظيما، كانت هذه البعثات مصممة لتحدي المسافة الطويلة التي تبلغ حوالي 200 مليون كيلومتر من الأرض إلى المريخ، وكانت مزودة بجميع أنواع المعدات مثل كبسولات الهبوط ودروع الكوابح والصواريخ القديمة والمظلات للتعامل مع ظروف المريخ الصعبة. لكن النجم الحقيقي كان مركبة بروب أم. كان هذا الروبوت الصغير يزن 5 كيلوغرامات فقط، وصنع لاستكشاف المريخ، إذ به زلاجات للانزلاق فوق التضاريس الوعرة وأجهزة استشعار ذكية للابتعاد عن العقبات. لكن اللافت للنظر هو أن السوفييت كانوا يقومون باستكشافات روبوتية ذاتية القيادة منذ عام 1971، وقد أعطت المركبة بروب أم المتصلة بكبسولة الهبوط بواسطة كابل طوله 15 متراً معلومات مهمة عن كثافة تربة المريخ. كانت هذه خطوة رائدة بالنسبة لمركبات المريخ المستقبلية، ومهدت الطريق لكل الأشياء المستقبلية. لكن لسوء الحظ لم تستمر مهمة المسبار طويلاً، إذ لم تستغرق سوى 20 ثانية فقط. كان هبوط مارس 2 قاسياً، لكن المركبة مارس 3 حققت هبوطاً تاريخياً سلساً، مما جعلها أول مركبة فضائية من صنع الإنسان تهبط على المريخ. جو روغان وألغاز الأجسام الغريبة. ما هي التفاصيل المثيرة التي تحدث عنها جو روغان في برنامجه عن رواد الفضاء السوفييت؟ جو روغان الممثل الكوميدي الأمريكي والمعلق والمعلم الكوميدي الأمريكي يعرف باهتماماته بتاريخ الحرب الباردة والأجسام الغريبة وكذا التكنولوجيا الفضائية، وقد استضاف العديد من الخبراء في البودكاست الخاص به، علماء ومؤلفين وحتى مطلعين سابقين على شؤون الحكومة. في حلقة حديثة من برنامجه تجربة جو روغان تطرق إلى بعض الأشياء الغريبة حول لقاءات الكائنات الفضائية، حيث تحدث عن بعض المواد الغريبة من الفضاء كانت سرية. فقد تحدث عن مقطع فيديو نشره رائد الفضاء السوفيتي إيفان فانجر أثناء استرخائه في محطة الفضاء الدولية. كان من المفترض أن يصور الفيديو الشفق القطبي الجنوبي، لكن بدلا من ذلك أظهر مجموعة من الأجسام الغريبة التي تحوم في تشكيل غريب فوق الأرض، وسرعان ما انتشر المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أيد الكثير من الناس ادعاء فانجر بأنها أجسام غريبة. أما محطة الفضاء الدولية فقد التزمت الصمت بشأن الأمر برمته، مما زاد من فضول الناس. أرسل فانجر لقطات للتحليل، لكن وكالة الفضاء لم ترد أبدا، تاركة لنا لغزا كونيا آخر. هذا الأمر برمته يجعلك تتساءل، ما الذي قد تعرفه وكالة الفضاء ولا تفصح عنه للعامة؟ ولا يقتصر الأمر عند هذه الحادثة وحسب، فعلى مر السنين ظهرت العديد من الحالات والادعاءات التي تشير إلى أن وكالات الفضاء، بما في ذلك وكالة ناسا، قد أخفت بعض الأسرار الكبيرة عن الحياة الفضائية. فعلى سبيل المثال، التقطت بعثة فينيرا 13 التي تم إطلاقها في عام 1982 بعض الصور لكوكب الزهرة وجمعت الكثير من البيانات عن سطحه. بل رصد المسبار علامات على وجود مواد كيميائية عضوية يمكن أن تشير لوجود إشارات عن أشكال حياة بيولوجية. فهل يمكن أن تكون هناك كائنات فضائية على كوكب الزهرة؟ وهل صادفت البعثات السوفياتية حياة فضائية خلال استكشافاتها؟ إن عدم شفافية وكالة الفضاء حول هذه الاكتشافات المذهلة تضيف المزيد من الفضول والشكوك. فما رأيكم أنتم مشاهدين الكرام؟ ما الذي تخفيه وكالات الفضاء عنا؟ وهل يمكن فعلا أن تكون هناك مخلوقات فضائية؟ لا تنسوا أن تخبرونا بآرائكم في التعليقات أدناه. أعزائي متابعي قناة هل تعلم؟ إذا أحببتم دعمنا لكي نستمر يمكنكم الضغط على الرابط في الوصف.
أو على يوتيوب. ثانكس. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.